باسكت 100% باسكت. نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية. كل نهار سبت مع عبد الله الحطاب على الحياة فام. 15 دقيقة 16 دقيقة بعد الثمانية، أكيد ما زلنا مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. برنامج 100% باسكت كالعادة كما تعودتوا به، عديد الأخبار الحصرية والحينية ومتابعة بالنسبة لأخبار ونتائج الشبان وكذلك أخبار الأندية وممثلين بالنسبة للتونس، خاصة الفرق التونسية اللي تنورنا وترفع الراية التونسية كما ذكرت منذ قليل. بالنسبة اللي التحقوا بنا على 93 راديو الحياة فيهم، باش نذكر أبرز المحاور متاعنا. عودة لنتائج الشبان والجولة الأولى بالنسبة لمرحلة التتويج أواسط، باش يكون معنا بعد قليل حاضر معنا مدرب السي اس اس السيد سيف الدين النقاتي. عودة لتتويج الاتحاد المناسيري بالبال بعد الفوز باللقب، كذلك حديث على المنتخب التونسي والدورة الودية 3-3 فتيات وفتيان أقل من 23 عام وعدة مواضيع أخرى بالنسبة للبرنامج. وكالعادة حاضر معايا مدرب الشبيبة القيروانية مسلم شلوف، مرحبا بك. سمعي الحياة فهم، وإن شاء الله يعديوا معنا حصة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله كالعادة نور مستمعينا الكرام. بالنسبة للجديد كل ما يخص رياضة كرة السلة على المستوى المحلي أو الوطني وكل حاجة يستفاد بها بالنسبة للي قاعدين يتابعوا فينا، خاصة أنه الرياضة هذه أصبحت يعني شعبية برشا وبرشا، والتي يتابعوا في رياضة كرة السلة كرة العمالقة. باش نرجعوا مسلم لمرحلة التتويج والجولة الأولى يوم أمس اللي تلعبوا بالنسبة للأواسط، زوز مقابلات بالنسبة لمجموعة الشبيبة. نجم الساحلي كان انتصر على سبورتينغ المنستير 100-42 وشبيبة القيروان في أول لقاء لها أول ظهور لها تنهزم أمام النادي الصفاقسي بثلاث نقاط 84-81، وهذا في شكل بطولة بالنسبة باش ياخذوا فكرة مستمعينا الكرام. وأول جولة الشبيبة تنهزم، في انتظار جولة ثانية شبيبة ستتبارى مع النجم الساحلي. صحيح البارح عبد الله اول جوله في مرحله التتويج في بالنسبه لبطوله الشبان صنف الاواسط، كانت المباراه الاولى نتاعنا مع النادي الرياضي الصفاقسي في صال تعقيد في صفاقس، تنقلنا للمباراه كانت بصراحه مباراه ممتازه، يعني الفريقين الاثنين بصراحه نوجه تحيه للفريق نادي الرياضي الصفاقسي اللي عمل مباراه طيبه وباسكيت ممتازه. كانت مباراه تسابق وتلاحق بريسك على ردهات المباراه، من بعد في اخر اول فتره الرابعه خذوا علينا الاسبقيه للفارق، وصل يعني 15 نقطه و12 نقطه ومن بعد رجعنا عليهم، يعني المستوى كان قريب البعض، واحنا كانوا الاولاد عملنا انت متاع مباراة كانت قلقتنا شويه، قعدنا مقلقتنا التيتل الشوط الاول، بعد كيف عملنا الانتام خايبه في التروزيام كارتون اللي هي ممكن خلات النادي الرياضي الصفاقسي ياخذ شويه يعني الاريحيه نتاعو. هذه اكيد مباراه كره سله، يعني زوز فرق اللي هما بريسك قراب لبعضهم في المستوى، للشباب الرياضيه القيروانيه عندها لاعبين اللي هما يشاركوا في صنف الاكابر، النادي الرياضي الصفاقسي كيف عنده لاعبين ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني قاعدين يعملوا في مباريات باهيه زاده في الاكابر وقاعدين يشاركوا في الاكابر. هذا الكل كان في مصلحة كرة السلة، وذاك على شفنا يعني حتى نتيجك تشوف 84-81، يعني تشوف أن المباراة كانت فيها باسكيت وكانت فيها يعني مستوى يليق بالفريقين. هذا بالنسبة للمباراة، باش ناخذوا نحن بطبيعتنا أكثر تفاصيل حول اللقاء هذا. بالنسبة للطرف الثاني هو مدرب السي اس اس النادي الصفاقسي سيف الدين النقاتي، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك عبد الله، مرحبا بكل المستمعين اذاعه الحياه فهم، يعطيك الصحه على المجهود اللي تعمل فيه باش ديما تعرف رياضه كره السله اللي ولات ولع تاع برشا جماهير ولات برشا عباد تتبع فيها، دونك برافو ان شاء الله بون كونتيفيسيون، يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يوفقك على البرنامج هذا اللي ولاو يتبعوا فيه برشا عباد. يعطيك الصحة سيف الدين، هذاك علاش نحن لازمنا على الأقل كرة السلة تاخذ حظها أكثر، نعرفوا ولات يعني
رياضة الشعبية الثاني بعد كرة القدم، ولو برشا عباد يتابعوا في كرة العمالقة ونتائج المنتخب التونسي الممتازة وكذلك ممثل تونس مؤخرا للاتحاد الرياضي المنسيري. باش نرجعوا سيف على المباراة النادي الصفاقسي والشبيبة القيروانية، مرحلة التتويج بالنسبة للأواسط في أول جولة النادي الصفاقسي يفوز 84 مقابل 81، وفي المقابل الفريق الآخر النجم الساحلي يفوز على سبورتينغ المنسير 100 مقابل 42، زوز فرق في المركز الأول. عودة لمباراة يوم أمس، أكيد مباراة الحاجة الباهية أنه وصلت النتيجة الـ 84، يعني كل فريق وصل تجاوز الـ 80 نقطة، يعني مقابلة هجومية أكثر منها دفاعية. صحيح، كانت المقابلة كما قلت أنت السكور فيها 84-81، دونك كانت ثم برشا لعب الحقيقة أوفنسيف، مي زادة ديفنسيفمون كانت مقابلة باهية برشا. الزوز فرق وراو وجه باهي، الشبان الزوز وراو كرة سلة باهية، تلعب ماتش الحقيقة اكسترا اوردينير. كما تعرف البطولة بدات في التصفيات الإقليمية هذه كما قلت، عن المجموعة نتاعنا شبيبة القيروان النجم الرياضي الساحلي وسبورتينغ المستير والنادي الرياضي الصفاقسي اللي يمثلوا هنا بحداكم توا. دونك باش تكون في ذهاب وإياب، على شكل ذهاب وإياب، واللول من كل مجموعة يترشح للأدوار الوطنية. دونك كانت مقابلة مهمة، معناها زوج فرق اللي ينافسوا على باش يقربوا معناها للأدوار النهائية. كما شفت إن شاء الله تكمل البطولة الكل كما هكا، إن شاء الله مستوى الفرق الكل يكون كما مستوى الفريقين اللي لعبنا مع بعضنا البارح. مباراة كانت ممتازة الحقيقة، كان فيها برشا روح رياضية كما تعرف عبد الله، أنا ودي سيسكا دونك تعديت تمهي. نشكر زيد مسلم اللي وليد وقدموا أداء باهي برشا، يعطي الصحة ونقول له بون كونتينياسيون. كما تعرف احنا أنا المباريات هذو توا قاعد نحضر بهم، معناها دو شوز الفوا، نلعب وننافسوا على الأدوار المتقدمة في البطولة باش نوصلوا للنهائيات، وعنا دون دو سمين عنا نهائي كاس تونس اللي باش نواجهوا فيه النادي الافريقي. دونك كانت مباراة تحضيرية بامتياز. حاجة باهية أن المباراة تكون تحضيرية بالنسبة للنادي الافريقي، واكيد انه العمل كبير. نعرفوك انت تابعنا يعني مقابلات اواسط النادي الصفاقسي اللي تقريبا الموسم هذا كان موسم يعني ممتاز جدا، قاعد يقدم في اداء كبير، والترشح للنهائي مش صدفه. صحيح عبد الله، هو انا مشيت للنادي الرياضي الصفاقسي، مشيت راني في اكابر النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب يونستو في البطوله الوطنيه، دونك عملنا باركور باهي الحمد لله. السينيور الكل هو سيتان اوبجيكتيف اللي ما يكونش فما بوكو دو ريكريتمون، كلهم بولاد النادي، يعني باش تلقى فريق الاكابر معظمه اكثر من 80% منه متكون من فريق الاواسط. لذلك خيرنا باش نمشيو خطوه اخير مع الاواسط في الكاس، كما تعرف القانون في تونس يمنع انك تلعب اواسط واكابر نفس الـ نفس الـ نفس التور، معناها نفس الـ دونك خيرنا خلينا الشواء ان باش نقدموا بالاواسط باش نوصل الأدوار المتقدمة في الكاس، والحمد لله وفقنا ربي في الاختيار هذا، وصلنا للنهائي. إن شاء الله تكون بداية خير لذكور النادي الرياضي الصفاقسي اللي رجعت بعد غياب على في الساحة الوطنية. كما نعرفوا النادي الرياضي الصفاقسي الإناث نتاعه معناها من غير ما نستحقوا أنه نعرفوا به، لكن الذكور مازالت كي رجعت، وإن شاء الله رجعت بقوة وبإذن الله من ثم كان الخير، وإن شاء الله يكون الدور النهائي هذا هو الفاتح الخير باش ترجع ذكور في النادي الرياضي الصفاقسي، خاطر النادي الرياضي الصفاقسي جمعية اللي تنجم تقوم بفريق، يعني جمعية كبيرة تنجم تقوم بفريق كرة السلة وتنجم تخليها على سلك الساحة وينافس إن شاء الله في قادم السنوات ولا الأيام على في بطولة النخبة بإذن الله. ان شاء الله بالتاكيد، ان شاء الله حظ موفق. اكيد سيف عندكم اسبقيه معنويه باعتبار جوله ثانيه الفريق باش يقابل سبورتينغ المنسير، حسب ما نشوفنا النتائج انه الفريق
فني متواضع يعني انهزم امام النجم الساحلي فرق كبير برشا. تعرفوا انتم تلعبوا ضد سبورتينغ المونستير والشبيبه تستضيف النجم الساحلي، يعني اسبقيه معنويه حتى على المستوى الترتيب حتى كي باش تلعبوا وتقابلوا المنافس هذا. صحيح صحيح، فريق سبورتينغ المونستير فريق جديد العهد قاعد يخدم على رواحه، بدا بداوا بشويه بشويه من الاصناف الصغرى معناها من اليوتريل، دونك فريق مازال جديد وحديث العهد وقاعدين يخدموا ان شاء الله ربي يوفقهم. كيف كيف كما قلت لك عبد الله باش تكون مقابله تحضيريه بالاساس اكثر من نلوجوا نفركسوا في النتيجه ولا في الربح ولا في الخساره، دونك باش تكون تحضيريه باش نطلبوا من اللاعبين باش يطبقوا حاجات اللي باش يستحقوهم في مباراه نهائي الكاس، ومن بعد مباراه نهائي الكاس باش تصير دونك الشامبيونات باش تلعب دو جورني هذم، ومن بعد باش تصير راحه فيها مباراه كاس مباراه نهائي كاس تونس حتى فين يكمل الكونترول تاع الدار، خاطر كيما تعرف اللاعبين الوسط معظمهم الاعمار نتاعهم يكونوا في البكالوريا، دونك بعد بشهر اون با ريبروندر الشامبيونات، ومش تكون الجوله الثالثه هي الجوله الحاسمه باش تعرف شكون اللي باش يترشح للمرحله اللي بعد. هو ما ترشى سيف انه التقطع هذا ياثر حتى على المردود الملعبيه؟ بالطبيعة بالطبيعة عبد الله هذا موضوع كبير برشا معناها اذا كان باش نقعدوا نحكيوا فيه حبنا برشا وقت، لانه تشوف تلقى روحك انت 8 شهور صحيح الشبان نتاعك منقطعين عن المباريات، ومن بعد في شهر تحط الكم الهائل نتاع المباريات هذو. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله اسبيرون بيان انها تكمل البطوله، خاطر الوقت متاخر معناها الوقت انتهاء البطوله يكون في 19 جويليا اللي صعيب برشا معناها في تونس باش تلقى تلميذ كمل قرايته وما خرجش ما سافرش ما مشيش البلاصه، دونك باش تلقى برشا اشكاليات في الحكايه هذه، باش تلقى اشكاليه في التنقل نتاع الفرق كيما تعرف نهايه العام وتكون الموارد الماديه نقصت وتكون فما انتخابات وهي اخر جت وهي دخلت وشكون مشيت لها بالتنقلات نتاع الاصناف، يعني باش تكون صعيبه شويه ان شاء الله احنا نقولوا تكمل، وان شاء الله ظروف الجمعيات تكون باهيه لكل مصلحه كره السله، اما صعيبه صعيبه باش تعمل الكم الهائل نتاع المباريات هذه في شهر سي دور ماديا وفيزيولوجيا وكل شيء معناها. صحيح صحيح. في الختام سيف ميساج هكا تحب توصله بالنسبه لحبيب ولا علاش كنت تحب تسلم؟ يعطيك الصحه عبد الله بالحق على البرنامج نتاعك، خاطر مستحقين احنا هكا 100% كره سله باش العباد تزيد تتبع اكثر وتزيد تستغرم اكثر، خاصه انه منتخبنا مشى في ستوندينغ اخر وكيف كيف البال جات لتونس ديرييرمون. يعطيكم الصحة إن شاء الله نشوفوا كرة السلة تتطور أكثر وأكثر، إن شاء الله المدربين نتاعنا الكل يكونوا متألقين، نسلم برشا على مسلم اللي بحذاك يعيشك السلام ربي يوفقك خيروين، ونسلم على الناس كلها ان شاء الله. شكرا لك شكرا ربي لك ربي يوفقك. شكرا لك سيف الدين اللاناغاتي مدرب وسط نادي صفاقسي اللي قاعد يقوم بانتاج ممتازه ابن شبيبه القيروان. اكيد مسلم حكينا على اللقاء الاول وانتصار النادي صفاقسي، اكيد مقابله هامه امام النجم الرياضي الساحلي في شبيبه القيروان يستقبل النجم وفرصه من اجل تحقيق الانتصار، ثم باعتبار شبيبه باش يتقابل مع سبورتينغ المونستير، وبالنسبه للاياب تقريبا الشبيبه الروزنه ما باش تخدمها. صحيح عبد الله يعطيك الصحه، كما قلت انت يعني احنا عملنا عثره اللي هي يعني بصراحه كما كان يحكي سي سيف ربي يوفقه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في باقي المشوار وفي نهائي الكاس. مقابلة مهمة مش كون ضد النجم الرياضي الساحلي اللي هي يعني باش ترجعنا ان شاء الله في الكورسة، كما قلت يعني عثرة في البداية اللي هي عادية راهو عبد الله، يعني ما نخليوهاش تاخذ أكثر من المجريات، الأولاد يعطيهم الصحة نحب نوجه لهم تحية بالمناسبة هذه، عملوا اللي عليهم عادي هذيك كرة السلة، راهو حاجة أخرى باش معناها نوضحوا الأمور أكثر.
لاعب راه يلعب في الاكابر يعني مش انه معصوم من الاغلاط ولا ما ينجمش يخسر ولا ما ينجمش يكون مش في نهار ولا ما ينجمش يعني احنا شفنا حتى في المباراه انتهيت بصراحه يعني الشوط بتاع 3 بوان حكم عمل فارق في مباراه النادي الرياضي السويقسي بصراحه يعطيهم الصحه في سلتهم كانوا متمكنين عندهم توتو محترم نتاع يعني الستاتستيك نتاع الشوط نتاعهم كان لاباس به احنا بالعكس احنا العكس او كونترير يعني انت تعرف الشبيبه سواء في الاصناف الصغرى ولا في الاكابر من نقاط من نقطه القوه نتاعها ان هو وقت اللي الشبيبه تلقى لي روبير نتاعها في الشوط 3 بوان اكيد تنجم تقلق اي منافس ورغم ذلك يعني الاولاد عملوا اللي عليهم مباراه وفات ثلاثه نقاط مازالت عندنا مباراه نجم الرياضي الساحلي سبورتينغ مستير وبعد شي جينا نجم الرياضي الساحلي يعني النادي الرياضي الصفاقسي فمباراه عوده اكيد في مباراه العوده ان شاء الله نجموا نداركوا الهزيمه هذه اللي هي يعني ما كانتش فارق كبير انه نجموا احنا نرجعوا يعني نربحوا زاده في سالتنا تعرف الشبيبه ديما في سالتها عندها يعني اللعب نتاعها وعندها لي روبير نتاعها بالنسبه لمباراه نجم الرياضي الساحلي هي مباراه مهمه قاعدين نحضروا لها في الايام هذه للحصص ثلاثه حصص اللي مازالوا على قبل المباراه وان شاء الله بقدر ربي اكيد باش نربحوا المباراه نتاعنا اللي هي يعني فماش علاش في صالتنا في قدام جمهورنا باش نكونوا ان شاء الله بالانتصار هذايا نرجعوا يعني في الترتيب ونرجعوا على الحظوظ نتاعنا في الترشح ان شاء الله ان شاء الله فريق الشبيبه القرنيه يدرك في الجوله الثانيه وبقيه الجولات بالنسبه هذا لمرحله التتويج والجوله الاولى بالنسبه لكره السله ان شاء الله بعد قليل باش نحكيوا على المنتخب التونسي والدوري الودي 3-3 فتيان وفتيات اقل من 23 عام قبل هذا نمشيوا الفاصل الغنائي ثم نرجع للبلاط برنامج 100% باسكت نحكيوا على شبيبة القيروان منذ قليل بالنسبة للشبان مرحلة التتويج جلول للأواسط باش نواصلوا مسلم قبل ما نحكيه على المنتخب التونسي والدورة الودية 3-3 بالنسبة للأصغر الشبيبة القيروانية أكيد ما زلت يعني جمع الأسبوع القادم باش تلعب المقابلة وبالنسبة للمينيم خلينا نقولوا أنه فريق الشبيبة الأصغر والأواسط اللي لعب البارح فما المينيم والكادية اللي باش يلعبوا أكيد عندهم حظوظ عبد الله الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم 5 جوان تنطلق المرحله الاولى للتتويج للاصاغر والاداني الاداني اللي تحت اشراف السيد مروان لغنج ومحمد الحميدي قاعدين يحضروا كالعاده كما الاصاغر كما الاواسط كما بقيت يعني بقيت الاصناف المباريات تنطلق يوم الاحد اكيد احنا كما قلت عبد الله صحيح نحضروا المباريات نتاعنا للمدربين كل القائمين بالواجب نتاعهم نوجه لهم تحيه بالمناسبه هذه المسيرين قاعدين يوفروا في ظروف يعني للراحه وما نخرجوش على الهدف نتاعنا اللي هو نحبوا ديما الوليدات نتاعنا يكونوا حتى في المراحل هذه اللي هي اخر مراحل في الموسم واخر المباريات الا انهم يكونوا يعني في الطريقه الصحيحه اللي هو باسكيت صحيحه اللي هو التكوين السليم والتكوين الصحيح اللي يخليهم نهار اللي يحطوا الخطوه نتاعهم في الاكابر ياكدوا لنا علو كعبهم وينجموا يكونوا عناصر فعاله في الفريق الاكابر الاصاغر والاداني قاعدين يحضروا في المباريات هذوم وان شاء الله بالتوفيق للصنفين وان شاء الله تكون مباريات اللي ترجع بالفائده على اللاعبين وعلى الجمعيه الكل بصفه عامه اكيد ان شاء الله كل التوفيق بالنسبه لاداني واصاغر شبيبه القيروان مش نحكيوا على المنتخب التونسي والدوره الوديه 3-3 فتيات وفتيان اقل من 23 عام بالنسبه اللي اقيمت في المونستير نستغل تواجد وحضور عبر الهاتف لاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه يوسف الضيف مرحبا بك يوسف مرحبا ومرحبا بكم مستمعين راديو الحياه فام شكرا على الاستضافه عبد الله مرحبا بك اكيد يوسف المنتخب الوطني التونسي تمت الدعوه 3-3 والدوره الوديه التي اقيمت بمدينه المنستير ومقابلات مع المنتخب الجزائري اكيد في البدايه حكينا على الدعوه هذه وعلى التحضيرات اللي قمتوا بها في المنستير تلت 4 أيام وخمس ايام. والله صحيح عدينا خمس ايام في مستير قمنا بدوره ميكال كونتر الجزائر مشينا 8 لاعبين مشي معايا زاد في راس النجمه من كروان
والله لعبنا دورة ممتازة برشا، حنحضروا بها عنا لعب متوسطية بعد بشهر، وقدمنا اللي علينا، وكما قلت لك هزينا الدوري نحن، معناها هزينا نحن الدورة. وشنو المستوى يوسف اكيد لعبتوا المقابلة، يعني قداش من مقابلة ضد المنتخب الجزائري؟ اكيد تقييمك بالنسبة للمردود المنتخب الجزائري، هل انه قريب المستوى نتاعو للمنتخب التونسي، او يعني المنتخب التونسي يعني على المستوى الورق يعني اقوى برشا من المنتخب الجزائري؟ والله هما انا قلت لك معناها هما يحضروا عندهم برشا اكثر منا، معناها قاعدين عملوا برشا استاجات قبلنا نحن، والاستاج ما بعضنا معناها الجواريت اول مرة نعرف بعضنا، ونحن في الاخر ربحنا، معناها نصور نحن خير منهم. اذا كان معناها نصور نحن كما قلت لك نحن خير منهم، خاطر في فتره وجيزه تغلبنا عليهم وهم كانوا يحضروا عندهم شهر. هو اكيد باش نسالك سؤال يوسف، انه هل انه التحضيرات مع المنتخب التونسي اثر عليك بدنيا، خاصه انه يوم امس لعبتوا مقابله جوله اولى مرحله التتويج ضد النادي الرياضي الصفاقسي، وتعرف انت الماراثون الكبير يعني تدربوا في الصباح وتلعبوا مقابلات العشيه ورا بعضه مع مقابله من الحجم الثقيل في صفاقس؟ والله اي بس صحيح، معناها الطبيعه باش تلقى البدن يتعب فيها. لعبنا في ثلاث ايام، لعبنا نلعب الصباح وعشيه، تورنوا الصباح تورنوا العشيه، ومن بعد في الليل ليل السبت لعبت تورنوا، وغدوه الصباح مشيت لصفاقس نتلاسيت. الطبيعة معناها باش تلقى البدن نتاعو ما يجاوبش، وكاهو معناها إن شاء الله نخلو في الروتور معناها نحاولوا نربحوا أكثر من تروا بوان. هو عندكم مقابلة كبيرة برشا إن شاء الله ضد النجم الرياضي الساحلي في القروان، يعني فرصة من أجل التدارك بالنسبة للشباب؟ إن شاء الله أي بالطبيعة فرصة للتدارك، لازم نركزوا طول احنا الجمعة، لازم نرجعوا للكورسة ونتصور معناها كيب جونيور تاعنا من اقوى ما فما معناها في تونس، والناس الكل يعرفوا الشيء هذا، يعرفوا اللي فيها تقريبا سبع جواريات ست جواريات في الاكابر، وريتوا المردود نتاعهم معناها مردود ممتاز، وان شاء الله ان شاء الله باش نحاولوا نهزوا البطوله ونشرفوا اسم الجمعيه وكا. ان شاء الله تشرفوا الجميع. اكيد في الختام يوسف، شنو الميساج تحب توصله حتى الجماهير الشبيبه القانونية على الاقل باش تساندكم في المقابله القادمه؟ والله نحب الجمهور الكل بالطبيعه تجينا الجمعه تساندنا وتعاملنا بالكلام باهي وكل، وان شاء الله نحن باش نقدموا اللي علينا ونحاولوا ديما نفرحوهم ونكونوا في المستوى معناها ونشرفوا البلاد ونشرفوا الجمعيه. واضح، شكرا لي. شكرا لك يوسف الضيف، لاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه لكره السله. كما كنت تسمع مسلم، ماراثون كبير بالنسبة للتحضيرات المنتخب الوطني التونسي، يعني تدريبات الصباح العشية يلعب المقابلات مع تزامن مقابلة نادي صفاقس، أكيد يعني اللاعب بدنيا حتى يكون عنده برشا تعب وهذاك الكل يرجع. صحيح والله يا عبد الله، أنا فاجئني يوسف يعني حتى يعني للطريقة للبروجرام تاع الستاج نتاعهم، كان يعني ماراثون كما قال ماراثون كبير، حتى نهار السبت في الليل هما يلعبوا في دورة. اكيد كما سمعت وقال يعني المعسكر رجع عليه بالتعب، فما شويه تعب اكيد ارهاق بعد مباريات ماراثونيه نتاع فريق الاكابر اللي كنا كما شفنا يعني يوسف تبارك الله ما شاء الله عليه، صار في الاكابر يعني يعول عليه المدرب ياخذ في وقت كبير، يعني دوب ما كمل المباراه نتاع النادي الافريقي اللي هي اخر مباراه في الموسم على طول، يعني طول مشاو يعني التربص هذا في المونستير، مستوى يعني متاع تمارين كما قلت صباح وعشية اللي هي ماراثون كبير، ونهار لحد الصباح يعني كمل نهار السبت العشية، نهار لحد الصباح بكري يعني جاء باش لعب المباراة متاع نادي رياضي الصفاقسي، أكيد فما جانب من الإرهاق، أكيد فما تعب، وهذا الكل منتظر يعني اخر موسم كما تعرف اللاعبين الكل في اخر الموسم يكون فما شارج متاع تمارين، فما تعب اللي هي معروفه الفتره الاخيره متاع الموسم تكون فيها ارهاق، احنا نحاولوا باش ريكوبيري، واكيد يوسف تبارك الله يعني توا ولا عنده خبره في الحاجات هذه، فما حاجات اللي تعاون البدن باش يسترجع يسترجع يعني اللياقه متاعه، وان شاء الله بقدر ربي نهار الجمعه يكون الاولاد الكل ان شاء الله يكونوا حاضرين، وان شاء الله يكون ماتش يتعدى به، واكيد في الاخر يكون ان شاء الله الانتصار حليفنا ان شاء الله. واكيد ان شاء الله بالتوفيق، نعرف انه
حاجه البي انه شفنا بخلاف انه المنتخب التونسي يعني عادي حاجه جديده كنا نلقاو 3-3 وفرصه بالنسبه للفرق خاصه في مختلف الولايات التونسيه انهم يلقاو الفرصه هذه وزيد تنتشر اكثر مسلم في تونس مره اخرى دخل مدام اهميه العدودي وكانت يعني شجعت على الحاجه الرياضه هذه وحاجه باهيه برشا ما لكن فما شكون يتساءل مسلم ياسر يقول هل انه اللاعب عنده الحق يعني يلعب مع الفريق او منتخب كذا وفي نفس الوقت يلعب مع الفريق العادي 5-5 والله صحيح عبد الله توا كما صار الاتحاد الدولي يعني ولا مركز على رياضه 3-3 شفناها حتى في يعني حتى في الاولمبياد تولي موجوده فما برشا دول يعني ولات مركزه ولات فما بطوله خاصه يعني كما بطوله 5-5 ولات فما بطوله 3-3 اللي هي قاعده ماشيه وتنتشر اللي هي الفيبا يعني اتخذتها كستركتور اسهل انه باش تنشر رياضه كره السله في وتسهلها في جميع يعني الاماكن. بالنسبه للدوره والله كما دخلت مدام امال المره الاخرى نتمنى ان تصير هذه زاد بطوله يعني نتاع 3-3 ولو الامكانيات نتاع النوادي تسمح او الصالات يعني يكون فما اوقات تسمح باش تصير بطوله 3-3 اللي هي تحفظ لنا النجم وفما برشا لاعبين اللي هما ممكن انقطعوا مبكرا على كره السله فما شكون ما خداش فرصته في 5-5 نجم ياخذ فرصته في 3-3 احنا شفنا في راس الاحياني يعني قبل ما يلتحق بالاتحاد المونستيري وقبل ما يلتحق يعني بالفريق الاكابر في 5-5 كان يعني ما شاء الله عليه متالق في الدوره 3-3 يعني اول ما كانت تصير في شهر رمضان كان يعني في راس من الاوائل فيها وكما قلت يعني 3-3 نجم نسترجعوا بها بعض اللاعبين نجموا يعني تكون تعاون باش البطوله والمستوى نتاع كره السله في تونس يرتفع وان شاء الله بصراحه ما عنديش فكره على اللاعب ينجم يلعب في الخمسة 3-3 اما انا الاقرب نتصور باش يتيحوا المجال يعني اللاعبين اخرين فصعيب انه يكون اللاعب يشارك في 5-5 و3-3 حتى على الفرق يعني ما تكونش يعني مناسبه نتصور اللاعبين اللي شاركوا في 3-3 مش يكون وحدهم واللاعبين اللي شاركوا في زاد مسلم ستيل معين نتاع لاعب يقول لك ينجم يلعب 3-3 وما ينجمش يلعب 5-5 حتى اللي بيفوت حتى على المستوى الاعداد بدني يقول لك الستيل نتاعو يمشي 3-3 ان شاء الله يعني الحاجه هذه تتعمم في الولايات الكل إن شاء الله. شفنا بخلاف الفتيان فتيات شفنا الفتيات اقل من 23 عام منتخب الجزائري جاء فتيان وفتيات كذلك الحاجه الباهيه انه جمعيه نسائيه بجمال كانت متواجده في العرس هذا والدوره الوديه اخترنا لاعبه من لاعبات الجمعيه النسائيه بجمال اللي كانت متواجده معاهم وكانت لعبت الدوره ذي باش حكينا اكثر تفاصيل على الدوره ذي اكيد سعيد جدا باستقبال المكالمه الهاتفيه عائشه بوكيد مرحبا بك مرحبا بك عبد الله ومرحبا بالساده المستمعين الكل مرحبا بك اكيد لاعبه الجمعيه النسائيه بجمال اكيد الفريق هذا اللي كنا منذ اسبوع حكينا على الفريق اللي يعني ضمن البقاء مبكرا جمعيه يعني تقدم في اداء ممتاز جدا اليوم جت الفرصه بالنسبه للدوره الوديه بالنسبه للمنتخب التونسي فتيان وفتيات اقل من 23 عام كنتم انتم الجمعيه النسائيه بجمال في القاع ولعبتوا المقابلات الوديه خاصه مع منتخبات الجزائر والله كانت تجربه باهيه هما تفضلوا جاوا بحثنا الجمال باش يترناو دونك بدلناها من اونترينمون الى كبرنا زدتهم اميكا لعبنا ضد بعضنا من بعد مشينا لهم المسير عاودنا لعبنا كنتهم غديكية كان مستوى جيد بدلنا الجو عملنا حاجه باهيه خذينا فكره معناها مش مسانسين حنلعبوا ضد منتخبات معناها اللي تكون تجربه محلاها وتعرف لعبات جدد وخدمه جديده وهذه حاجه باهيه انه تحتكوا حتى بالفرق العربيه خاصه المنتخب الجزائري تاخذوا فكره اكثر خاصه اللعبه هذه الجديده 3-3 اكيد فما فرق عاج هي ماهيش لعبه جديده هي موجوده من قبل ما كانتش موجوده كيش انتفاليه معناها كانتش معروفه برشا بالطريقه دي ولات الناس الكل بسك ولات حاجه باهيه ولات حاجه متطوره طوروا فيها سينو اكيد فما حاجات جديده شفتوها في اللقاءات اللي لعبتوها خاصه انه استقبلتوهم في جمال ثم تحولتوا انتم للمستير ما فماش حاجه جديده اكبر اللي انت تاخذ الخبره معناها من الجولات اللي قدامك تتعلم منهم هما حاجات جديده
تزيدها على القدرة اللي عندك، تاخذ فكرة على الكيبات، تاخذ فكرة على المنتخب نتاعهم. نجم نقول حتى كان كانت تجربة محلاها، تجربة باهية برشا، وكان مستوى جيد. أكيد المستوى تبعناه كان مستوى جيد. باش نسألك سؤال عايش، أكيد أنه نهاية البطولة الوطنية فريق اللي ضمن البقاء يعني بمرتبة مريحة، أكيد في الموسم القادم عندكم تحذيرات أخرى، وإن شاء الله الفريق نلقاه لما ليه الموسم القادم حتى يكون في مرحلة التتويج وقادر بصراحة جمعيني سيب جميل باش يكون يلعب أدوار الأولى، باعتبار أنه هذا الموسم يعني بعض الجزئيات البسيطة كانت تخلي الفريق هذا يترشح للمراتب الأولى. إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي عم جاي نجم نكونوا نلعبوا على التتويج. خدمة إن شاء الله، وإن شاء الله جمعية رئيس الجمعية متاعنا تقف معنا، وخدمة كل شمبيون متاعنا يخدم معنا، وقلت ربي نلعب على التتويج إن شاء الله. مش ليه أكيد برشا تعب، بما أنك أنت نتمنى لك الساعة السنية النجاح واجتياز بكالوريا متاعك، تعرف أنه تدريبات والتوفيق ما بين القراية والتدريبات صعيب برشا. الحمد لله يعني نمشي بقرايتي بريسكي سبور، معناها يعني مش حاجه مخلطتني برشا، الصباح نقرا العشيه وقتي كل فارغ لونترينمون، مانيش لاقي قلق كبير والحمد لله. واضح. شكرا لك عايشة بوكيد، لاعبة الجمعية النسائية بجمال اللي كانت مشاركة من بين الفرق خاصة في الدورة الودية 3-3. مسلم نعرفوا أنه 3-3 شفنا يعني فتيان اللي قاعدين يشاركوا، المرة هذه تم تشريك الفتيات، والحاجة بها أنه الفريق هذا تحاول قاعد جمال باش يدرب، فرحوا بهم واستغلوا الفرصة باش تكون في مقابلات ودية، وحاجة بها أنه الفرق العربية تحتك ببعضها. لا صحيح والله، بالنسبة للمنتخب الجزائري يعطيهم الصحة، يعني حتى دورة 3-3 يعملوا لها كما نقولوا احنا تحضير مرتب، وجاول تونس وحاولوا يحتكوا يعني يعرفوا اللي عنا شبان لبس بيهم. دورة اكيد دورات كما هذه كسوا المنتخبات ولا أندية يعني يحتكوا باللاعبين متاع الدول الجوار اللي بحذانا، اكيد تقوي تقوي المستوى متاع اللاعب وتحسن، تخلينا نشوفوا احنا رواحنا احنا وين يعني بالبارابور للمنتخبات هذيا العربية اللي احنا وياها بريسك، يعني المستوى تكون في الشبان متقاربة. فيعني بصراحة فكرة جيدة، جمعية نسائية بجمال قاعدة كل مرة بصراحة تكون سباقة في مثل هذه التظاهرات يعني، وتحاول تمثلهم كما قالت اللعبة يعني، استضافوهم في جمال وعربوا معهم دورة، استفادت جمعية نسائية بجمال واستفاد المنتخب الجزائري واستفادوا الناس كل اللي شاركوا في اليوم هذا، ومن بعد عاودوا لعبوا معهم في مستير باهي انه نشاركوا ديما مع الرياضة نتاع الرجال، ديما نشاركوا الرياضة النسائية تكون باهية، وهذا الكل يرجع بالمنفعة للأندية وعلى المنتخبات. واضح ان شاء الله الحاجة الباهية، لما ليه انه زاد ولاية القيروان تنظم هالدورات هذه كما نظمناها، تكون فيها يعني الشبان فتيان وفتيات، وكذلك كما قالت مدام امين القدماء نتاع الشباب وبقيه الفرق يكونوا زاده متواجدين في مثل هذه الدورات، ولما لا تكون دورات وطنيه واقليميه، لما لا نستدعوا يعني الفرق العربيه كما الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر، وموريتانيا وبقيه الفرق الاخرى. مسلم ان شاء الله بعد قليل باش نحكيو على المسابقه الكبيره برشا، البال، البطوله الافريقيه. ألف مبروك مرة أخرى نقوله للاتحاد الرياضي المواسيري ممثل تونس اللي المرة الثانية يترشح للنهائي ويفوز ويهز اللقب مع فريق شفناه ممتاز جدا، المنتخب الأنغولي ممتاز، اللقاء اللي تعدى وفريق الاتحاد المواسيري اللي في آخر اللحظات تمكن من الانتصار. باش ناخذوا نحن أكثر تفاصيل بعد قليل إن شاء الله، باش ناخذوه في المطار مروان كشريد مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المواسيري، باش يحكينا بأكثر تفاصيل على طيلة الدورة، كذلك أجواء اللقاء النهائي وأجواء ما بعد النهائي، خاصة نعرفوا أنه فريق الاتحاد المصيري يوصل غدوة المطار تونس قرطاج إن شاء الله نهار الثلاثاء، ومحاليا يعني في المطار مازالوا نعرفوا سفرة طويلة برشا فريق الاتحاد الرياضي المصيري. لكن قبل هذا نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجع ونواصلوا في البلاتو 3 دقائق بعد 9
ما زلنا مواصلين حتى للعشرة متاع الليل أكيد 100% باسكيت. نحكيه على كرة السلة، حكينا على المنتخب التونسي، الدورة الودية 3-3. الآن مش نحكيه على ممثل كرة السلة التونسي الاتحاد الرياضي المنستيري، قل له مرة أخرى ألف مبروك الفائز بالبال البطولة الإفريقية الغالية، خلينا نقوله مباراة ممتازة جدا فاز بها الاتحاد الرياضي المنستيري وارفع الراية التونسية. باش ما نطولوش برشا على مدرب مساعد الاتحاد الرياضي المنستيري مروان كشريد، مرحبا بك مروان. مرحبا بك خويا عبد الله، مرحبا بكل متابعي حتى في خويا. أكيد مرحبا بك مروان، أكيد في طريق العودة إن شاء الله، خذيناك من المطار نعرفوا رحلة باش تكون طويلة برشا. مبروك مرة أخرى التتويج للاتحاد المنستيري. عايش يبارك فيك يا عبد الله. صحيح احنا توا موجودين في المطار في كالي، عندنا طيارة ديجا عطينا لي باجاج، عندنا طيارة بعد ساعة ونص إن شاء الله، تقريبا الرحلة تدوم 6 ساعة ونص المطار الدوحة إن شاء الله، وبعد عندنا إسكال 3 سوايع، وبعد إن شاء الله نركب الطيارة 7:30 عشان نكونوا مساعة ونص كيكا في تونس إن شاء الله. ماراثون كبير كما تعرف، لكن كل شيء هون بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. مرة أخرى نقول لك ألف مبروك، ومباراة النهائي تبقى في البال مروان، تابعنا ناس كل المباراة، يعني الاتحاد المنستيري عايش تونس الكل على أعصابه، خلينا نقوله في اللحظات الأخيرة. والله والله نحب كل معلومة صغيرة، أنا لعبت البطولة الإفريقية 3 مرات وما انصفناش لحد مش لازلت الكوب هذيا. شو سبحان الله، معناها نجي في شهرين نهز دوبلي ونهز كوب دافريك، معناها تحب نقول معناها الحمد لله يا ربي. صحيح كما قلت في الدومي فينال كان خايب، والفينال كان اصعب تعرف اعصاب، واللعب على اللقب معناها كما نقولوا اخر ماتش اللي هو النهائي. الحقيقه الاولاد كانوا مركزين سيرتو في معناها الشوط الرابع، الحقيقه غادي ونخلينا اللقاء كنا معناها مركزين برشا دفاعيا وهجوميا، هي هدينا المقابله صعيبه شويه، ولكن الاولاد عرفوا كيفاش يتحكموا في اعصابهم، وسيرتو على المستوى الذهني وزاد البدني، سيرتو البدني معناها سيرتو العمل الدفاع قوي برشا، تعبناهم ضيعنا منهم شويه الادريس، الحمد لله ربي ربي وفقنا. 3 ألقاب تقريبا معناها يعني واحد من 3 ألقاب في شهرين. الحمد لله يا ربي، مبروك علينا، مبروك على جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري، مبروك على تونس الكل، نورنا البلاد. طبعا ان شاء الله نقدم افضل وقت، ان شاء الله ديما متألقين احنا ان شاء الله. هو اكيد انه الصبر به كما قلت انت، حكيت معنا المره الاخرى انه كل مقابله ومقابلتها، يعني الاتحاد المنستيري بدا بالمقابله الاولى انتصر ثم حقق المهمه من الزمالك المصري اللي هو خلينا نقولوا اقوى من الفريق اللي لعبت له في النهائي. الاتحاد المنستيري اكيد باين في المقابله الاخيره درس مليح، ولو انه الاتحاد المنستيري ما كانش حاضر 100%، وربما بشهاده الجميع مروان وانت ممكن تاكد لي انه الاتحاد المنستيري ما عطاش 100%، خلينا نقولوا القوه نتاع الاتحاد المنستيري كان 60%، لكن حضرت في ال5 دقائق الاخيره الاتحاد اللي يركز اكثر ولقى المفاتيح نتاعو وانتصر في المباراه. والله صحيح خويا عبد الله، اول حاجه نرجع من الاول، المقابله الاولى كاب تاون دور الربع النهائي، الحقيقه هذيك كانت اول ساعه نقولوا مقابله اللي حكينا فيها وركزنا فيها برشا، خاطر هي اللي باش تخليك تنزل نصف نهائي. بعد نعرف كنا ضد الزمالك نصف نهائي، برشا ناس يحكيوا ريفونش ريفونش، انا واحد من الناس حكيت برشا مع الاولاد قلت لهم انزلوا حكيت ريفونش، توا مقابله بعد الدومي فينال تاع توا لازم نلعبوها، ما تخمم لا في عملية ولا في حد شيء، لازم نربحوا مقابلتنا باش نمشيو بها للنهائي. وبالفعل كانوا مركزين الاولاد الحقيقه من الاخر، المقابله صحيح الثالثه اللي هي النهائي، صحيح الاتحاد المنصري ما كانش 100% سيرتو من الاول، في نورمال راهو انا كنت نلعب ونعرف الجوار كيف ذاك شويه سيرتيو وقدموا انتيتا سيرتو يبدا خسروا عملاول، فما شويه تراك وكل شيء، ما شفت بعد بدينا نصرحوا بشويه بشويه سيرتو في الدوزيام ميتون، وفي الكاتريم كارتون بيان سور شفت كيفاش الاولاد تبارك الله معناها ذهنيا وزاد بدنيا معناها غلبنا الفريق الواندي، معناها من بعيد هك شفته معناها تقريبا في 3 دقائق ولا 4 دقائق تقريبا معناها ربحناهم 2 أو 3 بوان كملنا به اللقاء. وذاك علاش الفريق اللي لقى المفاتيح نتاعو، باعتبار انه الفريق الواندي فقد التوازن نتاعو خاصه في ال5 دقائق الاخيره مع تركيز الدفاع على الاتحاد الرياضي المنستيري. والحاجه الباهيه انه النقطه الباهيه والايجابيه اللي ممكن قريتو لها انتم حسابها، رغم خروج لاعب الارتكاز للاتحاد المنستيري ب4 أخطاء شخصيه ماجوك، لقيتو يعني الحلول خاصه في فراس الحياني وكذلك رضوان سليمان اللي عوض خدمه ماجوك. والله صحيح كلامك، هو الحكام ظفروا برشا اخطاء الفريقين الحقيقه،
حتى نجم نقول لك هما من ثلاثة لاعبين ارتكاز تاعهم زوز يلعبوا بوست 4 وواحد بوست 5 فريمون خرجوا 5 بوست في اخر المقابله. نجم نقول رتحنا اكثر. صحيح الفوت الرابع نتاع ماجوك خلينا ماجوك خاطر ممكن كي نحسب شويه تنجم تمشي البرونغاسيون تنجم تمشي وقت اضافي ومو تركه ما عندك اللاعب بدايه مازال يكمل معاك. في راس خياني كان حاضر ستو في اخر مقابله شفت تبارك الله عليه معناها هجوميا ودفاعيا ستو الكره اللي قصها الاخرانيه اللي فريمون هذيك سيتي لوكاو معناها البترو لواندا. الحمد لله يا ربي سيتا ليكيب معناها كل مره تلقى زوج ثلاثه لاعبين رضوان سليمان ما قصرش شفتو في دوره كامله ممكن دور نهائي كان فما شويه فاتيك في نورمال مي شفتو زاد في الاخر زاد كوره زاد ربون اوفونسيف اللي هو حاجه بوزيتيف برشا وماركاها نشكر زاد هذيك الكاو هي وبتاع في راس الور فريق كان الحقيقه حاضر على مستوى الدوره كامله فريمون كيقولوا فريق علاش خاطر كل مره تلقى زوج ثلاثه لاعبين معناها يبرزوا بكدا يهزوا الفريق حاجه باهيه برشا حاجه بوزيتيف برشا في فتره قصيره اون بليس معناها سيتو كي خلطوا الاجانب نتاعنا ثلاثه اجانب نتاعنا في شهرين حبينا انه ناكسيلير لي شوز معناها وفي ساعه اللحمه تعملت والحمد لله ربي ربي وفقنا ونورنا كره السله التونسيه الحمد لله. هو حتى شفنا الصور مروان الحاجه الباهيه برشا اللاعبين الاجانب بالنسبه للاتحاد المنستيري اللي دموع الفرح ما نراوهاش برشا خاصه انه الاجانب هذوما عباره ولاد مستير لهنا يعني هما اللي والله صحيح لازم نجمعوا حقيقه الكاركتيرهم ياسر محلاه دخلوا في تاع الجروب يلعبوا ياسر بجرين يحبوا يربحوا وبالحقيقه في لي زيترونجي ما نقولش فيرار مي ديما تعرف تختار الاجنبي نتاعك اللي فريمون يلعب معاك ويدافع معاك مش جاي باش يعدي وقت ويروح الاجانب هذوما الحقيقه نحب نشكرهم عداوا الدوره باهي ياسر يعطيهم الصحه كانوا تري ديسيبليني معنا ديما مع الجروب سي تري امبورتون الحقيقه عملوا معناها كما نقولوا البلوس ليكيب وذاك اللي يلزم يكون مره اخرى مبروك الاتحاد هذا المنافسي ومبروك كره السله التونسيه الكل وان شاء الله علاش ليه في الادوار الجايه ان شاء الله والبال نتاع العام الجاي اللي باش تلعبها ان شاء الله الاتحاد المنافسي علاش ليه يعاود يفوز بها ان شاء الله. ان شاء الله يفوز بها الاتحاد المنافسي يا مروان بحذاك رضوان سليمان ولا؟ نعيط لك رضوان اوكي اكيد الاتحاد المنستيري اللي فاز في البال مقابله كانت ممتازه جدا رضوان سليمان فينومين بصراحه لاول مره خلينا نقولوا انه الاتحاد المنستيري يفوز بثلاثيه دوبلي كذلك البال بعد الترشح الثاني على التوالي رضوان سليمان اللي كان رجل المقابلات خاصه في البطولة الوطنية وكذلك في مرحلة البال خاصة الريبون الأخراني اللي أمنوا رضوان سليمان اللي خلينا نقول يعتبر نقطة المباراة أكيد نعرفش رضوان سليمان متواجد معنا ولا في المباشر وي مرحبا 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 بك رضوان سليمان مباشرة إذاعة الحياة فام القيروان مبروك مرة أخرى رضوان سليمان الانتصار والفوز بالبال اكيد رضوان سليمان يبقى ديما فينومين رضوان سليمان وقت اللي يحتاجه الفريق يلقى رضوان سليمان في كل المقابلات في المقابله الاخرانيه شفنا رضوان دفاعيا كان ممتاز جدا واللقطه الاخيره اللي لخصت كل شيء خلت الاتحاد المنستيري ينتصر في المباراه. ميرسي بوكو الحمد لله انه عبد ما نمشيش هيك عام كامل كنا من نوال عام مركزين في الدو عن بعد خاطر مرارة كبيرة عملناها بخسارة نتاع التيتر كنا جيب فابوري معنا جينا في بانزون جورسون صاروا برشا مشاكل وصارت برشا حاجات اللي معناها أثرت برشا الكيب كنا حابين ناخذوا روفونس روفون سبورتيف اون بارونتيز سمي والحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نكوسيو الماتش تاعنا كل من فنيتا الاولى في السنغال للفاز فينال توا في كيكالي كنا نعرف ان المستوى مش يكون حتى اقوى من عمناوي الناس كل قاعده تقوي في روحها تجيب في دي برونجي دو كاليتي خير برشا من عمناوي فما اوبوزيسيون باهية والحمد لله توفقنا خاطر فما جروب باهي وذاك اللي مثل القوة نتاع وعلى ذكر رضوان قلت انت مباراة الزمالك مباراة ثارية شفنا انه رضوان سليمان هو اللي هز المقابلة على عاتقه تقريبا ضد الزمالك رضوان سليمان تسديدات الكل تقريبا من ثلاثة نقاط كلها ناجحة وفقت ما بين الدفاع والهجوم
الحمد لله واحد يحاول باش يعاون بالاكسبيريونس نتاعو بالسافوار فير بالاكي اللي عنده باش يواجه اصحابه. نهار نتاح في فورما في اللاطا كان نهار يجي بيكسون نهار يجي فيراز كل مره يهز واحد هنا جروب هنا كيب وذاك اللي حتى اللي نثبت اللي نعمل فيهم قبل الماتش في مراكز كان على النقطة هذه هذيك علاش نحن وفقنا ربي خاطر باسكيت سبورت ديتاي جوير واحد زراو من نجم يعمل حتى شيء خلينا نقعد معامل على رضوانة كهو ولا على الأمريكاني كهو راك مش باش تعمل حتى شيء يلزم ليكيب الكل خاطر فما جيو دي مومون فيبل نجم أي واحد حتى جاي من البنك هو اللي يجيب لك الماتش هو اللي يهز لك الكيب يلزم اللحمة يلزم الجروب يلزم الناس الكل تهز لحمل مع بعضها في الأتاك وفي الديفونس. مالوريزمون أنا صارت لي آخر ماتش في الماتش الفينال في اللي شوف ما صارت لي إيلونغاسيون إن شاء الله غدوة نروح بعد غدوة ماشي عندي رين صارت لي إيلونغاسيون في اللي زوسكيو جونبي مي سيرس لعبت بها ما تكامل نجري ونتحمل في الوجاية وخايف لفش قطع لي توليد لي بشيريوت سيرس الحمد لله كل شيء واحد مهم يقوم بالواجب نتاع وخطر تيتر تريز امبورتون راه مش المستيرة كهو الباسكت بول تونيزيان كل عارف شفت حتى لعبت كل الجمعيات الكل من بلايس كل الناس كل تفرجت والناس كل فرحانة خاطر تريز امبورتون باش الباسكت بول تونيزيان باش يقعد في القمة ويقعد متربع على عرش كرة السلة الإفريقية كيما عملت أنغولا في العشرينية الأخرانية تو يلزم تونس تقعد هكاكا ماينجمش تعمل شوت وكل تيتر ينضاف كل تيتر ينضاف إلا راهو عنده إمبورتونس إمبورتونس كبيرة تعرفش أنت القدر تاع تونس تاع الباسكتبول تونيزيان لهنا حتى جماعة الإن بي إي جماعة الشباب كيفاش لازم نحافظوا عليه هدايا ولازم نزيدوا حتى يجيب شيء يحافظوا عليه. هي حاجة باهية برشا مروان الساعة في البداية نقول لك إن شاء الله لاباس وأكيد أنه رضوان اللي لاحظني في الاتحاد الرياضي المونستيري خاصة في اللقاء الأخير صحيح ما كانش في فورما الاتحاد المونستيري لكن شفنا كل لحمة شفنا كل جرينتا شفنا كل القرحة خاصة اللي يجي من البنك وخاصة أنه في الأخر أمنتوا بالمقابلة. تصور أنت رضوان حتى السبع دقائق الأخيرة فريق الأنغولي ديما في ماخو الفرق ثلاثة نقاط أربع نقاط زوز نقاط الاتحاد اللي خذا عليه الفرق وقدم أمن واكيد انه انتم امنتوا في اللحظات الاخيره انه الاتحاد قادر على الانتصار على الفريق هذا. بين كثير اذا كان تشك في روحك حتى دقيقه بركه تخسر الماتش ديما مامن انك باش تربح متقدم بسكور ولا متاخر في سكور ديما مامن انك باش تربح كانت ريلاشيت مونتالمون ساي خسرت الماتش الحمد لله بالاكسبيريونس بالفورس كاركتير نتاع الكل فهم برشا جوهرات لاعبين برشا فينالات برشا تيتروات ثلاث جوارات ولا يعرف كيف يستحمل الضغط هذاك الحمد لله أمن رحنا وعرفنا كيف نتصرفوا في اللي مون ديفيسيل باش قتلنا الماتش ونتيجة الماتش. في الختام مروان مش نسألك سكة رضوان اكيد الاتحاد المنستيري تو هز البال عنده مسابقه قاريه كاس العالم للانديه هل انور رضوان سليمان باش يواصل معاهم هالمسابقه القاريه هذه ولا؟ هي السؤال سابق لأوان ما زلنا في المطار مروحين ما زلنا واحد خمم في حد شيء خمم كان في الفرحة وباش يرتاح شوية وبعد شوف لي باي جايين مش يصير به. في الختام رضوان على شكون تحب تسلم؟ الله يسلم على العباد الكل نسلم على عباد الكل العباد اللي يسمعوا فينا نعرف قراوة المغرومين برشا في الباسكيت واللي زاد عندهم دور كبير في التيتر هذا تعرف أربع جوارات قراوة وأسيستون قروي مدرسة كبيرة شديدة اللي قاعدة تخرج معناها في جوارات وفي جينيراسيون بري جينيراسيون تخرج في أقطاب مش في الباسكيت بركة في دي سبورت كل مبروك علينا كل ان شاء الله الشبيبه بقدره الله ترجع للمجد نتاعها راهو مش بالكلام اللي منقولها بون ستركتور لازم ما تنتخبوش العباد للمصالح الضيقه صحيح لازم تنتخب رئيس اللي تعرفه صحيح والبار ستركتوري جي اس كا واللي سبور توا راهو كله فلوس العبد اللي يجي انفستي واللي
لإدارة السيركتوري ليكيب واللي مش يعمل برامج واضحة هذاك اللي يشجع لعبة الكل باش تجي هي تجري مش طبعا تجري للعباد هو العباد تولي تجري باش تلعب في جزكا خاطر شرفت أي واحد باش يلعب في الجمعية هو كلام في الصميم رضوان نتمنى ونحن زاده لما لا يا نهار اخر نلقاو رضوان سليمان في ختام يعني المسيره نتاعو يكون في الشبيبه القيرواني شكرا لك عاشك رضوان سليمان لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري مبروك مره اخرى الفوز بالبطوله الافريقيه مسلم كما قال ولخصنا كل شيء رضوان سليمان يعني الفريق كان أمن والملعبية يعني أغلبهم لاعبين فينالات وفي الأخير الاتحاد المنستيري يفوز باللقب إيه صحيح كما حكي رضوان نحب نقول أول حاجة مبروك للاتحاد الرياضي المنستيري مبروك للكرة السلة التونسية الكل التتويج هذا اللي هو مهم برشا ينضاف الخزينة متاع التتويجات القارية تتويجات مهمة تخلي المنتخبات والأندية تتقدم أكيد كما قال يعني رضوان لاعبين من طراز عالي كما لاعبين المنتخب الوطني التونسي ولا الأجانب اللي هما بصراحة أجانب الاتحاد المناسيري ممتازين للغاية ما هوش مسموح أنه عبد خاصة قريب في النتيجة أنه يشك في روحه ولا يشك في في صحابه ولا يعني يقول وفات المباراة كرة السلة كما تعرف لعبة ثواني الأخيرة لعبة لحظات الأخيرة ولاعبين الخبرة موجودين كما حكى يعني كما كنا نسمع في رضوان يحكي قال يعني الواحد لعب برشا فينالات لعبوا الموسم الفارط الاتحاد المنسيري وقت اللي خسر الموسم الفارط للنهائي ما سلمش ما هبطش دي قعد يخدم وقعد مركز وخذوا درس من الحاجات اللي خليتهم يخسروا الفاينل متاع السنة اللي فاتت مسلم باش نعرفوا الآن أذان صلاة العشاء حسب مدينة القيروان وما جاورتهم من أجابة 34 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام اللي اخترتوا تسمعونا على 93 حياة فيهم اللي تابعوا فينا حاليا على الصفحة الخاصة للإذاعة صوت وصورة أكيد 100% باسكيت مازلنا مواصلين حتى للعشرة امتاع الليل اكيد حكينا منذ قليل على الاتحاد الرياضي المنسيري وتدخل المدرب مساعد الاتحاد المنسيري مروان كشريد اللي مازالوا في مطار كيغالي ان شاء الله غدوة يكون متواجدين في تونس وكذلك المخضرم في نومين كرة السلة كان معنا رضوان سليمان عبر الهاتف مباشرة من رواندا اكيد مسلم الاتحاد الرياضي المنسيري حقق الأهم شو اللي فما حاجة مع أصعب تو أنه يبقى في القمة وتعرف أنت بشي يشارك في كأس العالم للأندية صحيح بصراحة الاتحاد المنستيري على البارة يعني تبارك الله سنة موسم التتويجات بامتياز يعني التتويجات دولية وتتويجات على الصعيد المحلي ذي ما يزيد كان يخلي الناس تحضر يعني كل شيء يكون مبرمج عندهم في فيفري 2023 اللي هو أول مرة ممكن تصير في كرة السلة يعني مونديال كرة السلة للأندية أكيد حلم تاع كل لاعب أكيد الناس كل ماذا بها يعني تشارك في التظاهرة هذه الاتحاد المنستيري أكيد مش يسطر يعني اللي يحضر روحه للمشاركة باش تكون مشرفة باش تكون يعني أكيد عندهم أهداف وحاجة باية هذا الكل ترجع بالمنفعة مش كان على الاتحاد المنسيري ترجع بالمنفعة على كرة السلة التونسية اللي هي لازمها كما قال بكري رضوان وحكاية يعني لازم ديما تبقى يعني في المستوى ذاك سواء على المستوى الأندية ولا على المستوى المنتخبات وهذه حاجة مهمة انه اللاعب متاعنا كسوة او الاتحاد المنسيري نشوف فيه فما مزيج بين لاعبين صغار ولاعبين كبار لاعبين اللي يشكونوا يشاركوا في المنتخبات اللاعب التونسي لما يلعب التظاهرات هذه ولما يلعب المباريات من المستوى هذا اكيد هذا الكل باش يرجع بالمنفع على اللاعبين ومش يرجع بالمنفع على كرة السلة التونسية بصفة عامة وان شاء الله بالتوفيق للاتحاد المنستيري ومبروك مره اخرى على كره السله التونسيه البال هذه ان شاء الله بالتوفيق للاتحاد الرياضي المنستيري اكيد القيمه ماليه كبيره برشا بفلوسنا ان شاء الله تونس 4.6 مليارات باش يستفاد الاتحاد الرياضي المنستيري قيمه عمليه كبيره برشا مرة أخرى شكر خاص لأبناء الشبيبة الرياضية القيروانية كما قال مروان كشريد ولا رضوان سليمان تقريبا في الاتحاد 4 ملاعبين ومدرب 5 الكل في الكل من أبناء شبيبة القيروانية اللي مازالت تخرج وتصدر
بالنسبة للكرة الملعبية أو مدربين سواء في تونس أو خارج تونس، حظ أوفر مرة أخرى لأبنائنا وللممثل تونس الاتحاد الرياضي المنستيري. مسلم، باش نحكيه على قرارات المكتب الجامعي اللي تم اتخاذه يوم أمس، نرجع باش نحكي على القرارات هذية وبعد نخليك تعلق. بالنسبة لقرارات المكتب الجامعي، حيث اجتمع المكتب الجامعي نهار السبت 28 مايو وقرر ما يلي: تحديد يوم 31 جويلية 2022 موعد لانعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسمين الرياضيين 2020-2021 و2021-2022 وذلك بمدينة المنستير. كذلك المصادقة على إصدار مذكرة داخلية فنية تنص على أنه لا يمكن الانتماء للمنتخبات الوطنية إلا للاعبين الناشطين في بطولات وطنية مصنفة ضمن المراتب الستة الأولى في أحدث تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة، ويخص هذا القرار إلا اللاعبين البالغين أقل من 32 عام ولا يشمل اللاعبين الناشطين في البطولات الأوروبية. كذلك تنظيم النقضة الرابعة من تصفية كأس العالم 2023 المبرمجة في شهر أوت القادم، والبطولة العربية للأمم أكابر من 3 إلى 12 فيفري 2023 بمدينة المنستير على أن تحتضن قاعة محمد همزالي المقابلات. كذلك إسناد تنظيم البطولة العربية للأندية البطلة سيدات لجمعية الأمل الرياضي بالوطن القبلي على أن تقام مقابلات بقاعة نابل. وأخيرا المصادقة على مقترح الإدارة الفنية ببعث منتخبات فيدرالية للفئة العمرية أقل من 16 عام ذكور وإناث بمراكز تكوين النخبة التالية، اللي هما مركز تكوين النخبة بقربة بالنسبة للذكور، ومركز تكوين النخبة بنابل أو المنستير بالنسبة للإناث، باش يقع يعني تحديده لاحقا. هذه أهم نقاط وأهم القرارات. مسلم، نجيو للنقطة الأولى باش نعلقوا عليها منصف. مسلم، تحديد يوم 31 جويلية موعد لانعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسمين الرياضيين 2021-22 بمدينة المنستير، هذه بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة. باش ناخذوا الأهم من نعلقوا عليها تو، هي المصادقة على إصدار مذكرة داخلية فنية تنص على أنه لا يمكن الانتماء للمنتخبات الوطنية إلا للاعبين الناشطين في بطولات وطنية مصنفة ضمن المراتب خلينا نقول 60 الأولى في أحدث تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة. حاجة جديدة. والله به يا عبد الله، يعني اللي فهمت انه اقل من 32 عام، يعني اللي فهمته انه المكتب الجامعي يعني خذا توجه جديد خلاف للتعويل على مع التعويل على اللاعبين الصغار التوانسه اللي طالعين، فما توجه اللاعبين التوانسه اللي خارج حدود الوطن اللي هم ينشطوا في دوريات اخرى. والله علاش ليه عبد الله، كيف تكون يعني لاعب كما قلت يعني الجامعة حدت يعني زاد ما نجمش نجيب اي لاعب انا للمنتخب التونسي اللي هو يكون يعني مستواه اقل من اللي عندنا، يعني احنا حتى كي باش يجي لاعب تونسي من برا يعني يكون ماذا بينا يكون باش يعاون المنتخب ويكون خير من الموجودين عندنا لهنا في تونس. الجامعه لهنا قنت الفرز يعني عمليه الفرز نتاع اللاعبين هذه كيفاش تكون، وحاجه باهيه باش تدعم المنتخب، لانه كما تعرف ماذا بينا نلوجوا في المواهب نتاعنا التونسيه اللي خارج حدود الوطن، ولازم زاد ما يكونش كبير في العمر، شفنا ما يكونش صحيحة. فوق 32 سنه، يعني فوق 32 ما تأقلم مع المنتخب ما جات تظاهرة الأولى كهو ينجم يكون هنا المكتب الجامعي يخدم ألون تيرم يعني على العوام الجاية في التظاهرات الجاية، يعني حتى كي يلقى لاعب ولا اثنين اللي بش يخدموا معاك بال واثنين وثلاثة واربعة ولا كوب دافريك اثنين وثلاثة واربعة، وهذا هو ينجم يكون حل اللي باش يعاون المنتخبات الوطنية في الأعوام القادمة إن شاء الله. بالنسبة للنقطة الأخرى، هو تنظيم النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم 2023 المبرمجة في شهر أوت القادم. اي صحيح، هذا توا البال الكوب دافريك جديدة نتاع المنتخب الوطني التونسي. اكيد المنتخب توا باش يدخل في كما نعرفوا احنا في الصيف ديما المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يعادي سيف الكل في الاستاجيات التحضير للنافذة هذه، باش كما نعرفوا يعني المنتخب الوطني التونسي توا قدامه استحقاقات في الايام الجايه، لازم يكون اكيد تحضير في المستوى نتاع النافذه هذه، ولازم المنتخب الوطني التونسي ياخذ يعني البايو من الاول وياكد انه ديما كره السله التونسيه في السيرتو التصفيات الاولى بدون يعني تعليق لازم يكونوا موجودين ان شاء الله في الكوب دافريك. هو اكيد باش نكملك حتى البطوله زاد البطوله العربيه
للأمم أكابر من 3 إلى 12 فيفري إن شاء الله باش تكون 2023 بمدينة المناسير، على أن تحتضن قاعة مزار لكل المقابلات. أكيد الاتحاد المناسيري هو باش ينظم البطولة هذه بصراحة حاجة به يا عبد الله، يعني خلي البطولة العربية شفناها عندها مدة خسرتوا أولاد ما دخلتش لتونس، هذه حاجة به يعني باش تتنظم في تونس، باش فما عنا ممكن حظ اللاعبين الفرق أخرى بار الاتحاد المناسيري ممكن نجم نشوفوها تشارك فريق تونسي آخر، فريق تونسي آخر يشارك في البطولة العربية هذه، واللي هي به يعني للكرة السلة التونسية والأندية متاع كرة السلة. أنا بصراحة الاتحاد المناسيري نتصوروا أحسن سفير باش يمثل الأندية التونسية في التظاهرة هذه البطولة العربية اللي هي مهمة، وأكيد ممكن الإطار الفني ممكن النادي يعني رئيس النادي والهيئة متاع النادي مبرمجة إني زادة باش تضيف البطولة العربية هذه للثلاثة تتويجات السابقة للاتحاد الرياضي المناسيري، واللي هي حاجة باهية كما قلت عبد الله، يعني حاجة باهية إنه باش حتى للجماهير التونسية، حاجة باهية للبطولة متاعنا إنه تونس تمثل التظاهرات في المستوى هذا وبالقيمة هذه. وأكيد باش يتم سنة تنظيم البطولة العربية للأندية البطلة السيدات لجمعية الأمل الرياضي بالوطن القبلي في قاعة نابل إن شاء الله. بصحيح بالتوازي كما يعني للذكور كما الإناث، شفنا لما الرياضي بالوطن القبلي تحصل على كأس تونس مازال الدور نصف نهائي ونهائي في البطولة، به زاد أنه لما الرياضي بالوطن القبلي عنده كيب محترمة، عنده يعني لاعبات زاد باهين، ينجم ينظم قادر باش ينظم، يعني حسب ما نشوفوا حتى الإدارة متاع الأمن الرياضي بالوطن القبلي تنجم تنجح العرس هذا، وكيف كيف عبد الله كما قلنا الاتحاد المناسيري معه نادي تونسي آخر، كيف كيف زاد الأمن الرياضي بالوطن القبلي نتصور باش يستدعى جمعية أخرى، وهذه حاجة باهية أنه أكثر لاعبات تونسيات يشاركوا في البطولة العربية هذه، وإن شاء الله في الأخير نقولوا احنا التتويج ديما للأندية، نتمنى وتوفيق الأندية التوانسة متاعنا، وفي الأخر أكثر مستفيد الجمهور اللي باش يتفرج في المباريات اللي مش تكون مشوقة، خاصة البطولة العربية كان إناث ولا ذكور، وباش ترجع بالفائدة على المنتخبات الوطنية واللاعبين التوانسة الكل إن شاء الله. أكيد فما نقطة مهمة جدا مسلم المصادق على مقترح الإدارة الفنية ببعث منتخبات فيدرالية للفئات العمرية أقل من 16 عام ذكور وإناث، اختاروا حسب ما اختاروا مازلنا للتأكيد مركز تكوين النخبة بقربة بالنسبة للذكور ومركز تكوين النخبة بنابل أو المنسير بالنسبة للإناث، هل أنه مبدئيا الاختيار كان صعب ولا فما بعض الاحترازات شفناها في بعض التعليق نحن؟ والله يا عبد الله هذه المنتخبات الفيدرالية راهي معيش معناها وليدة اللحظة، يعني شفناها من قبل موجودة، كانت في وقت ملاقات ممكن جات الكوفيد قصت شوية ممكن في البريود الأخرى ما كانتش منظمة بالكدي، هي سلاح ذو حدين، يعني توا ولينا حتى شفنا النوادي ولو فما نوادي تبعث اللاعبين نتاعها فما نوادي ما تبعثش، في انه المكان توا ما نعرفش بالنسبه للذكور قربه ما نعرفش معناها الاسكو ينجم يكون في صالح اللاعبين قريب باش خاطر اللاعبين باش تجي من الاماكن الكل، فما التزامات نتاع دراسه فما عائلات فما ناس نجم تبعث لك معناها الولده باش يكون موجود معاك في المنتخب الفيدرالي، فما ناس ليه تخير انه ولده يقعد معناها موجود بحذاهم، اكيد هذه حاجه باهيه ديما نقولوا احنا ما دام حاجه في خدمه مش تكون تعاون الشبان هذم، اما لازمها تكون مدروسه مليح المره هذه المنتخبات الفيدراليه، ونحبوا نشوفوا اللاعبين يعني ان شاء الله يرجعوا للانديه نتاعهم بالاستفاده وتكون مبرمجه، يعني ان شاء الله يا ريت لو تكون المنتخبات الفيدراليه تكمل ما هيش معناه ما تصير لهش مشاكل في وسط الموسم، وياريت لو تكون مشاركة يعني للمنتخب الفيدرالي ياريت لو يشارك مثال في الرابطة الثانية، يعني اللاعبين هذم طوحنا نجمعوهم ونلموهم ونخدموا معاهم موسم كامل على الأقل يكونوا هذوك المستقبل متاع المنتخب، ولا هذوك اللاعبين مش ناخذوا منهم للمنتخب مع اللاعبين اللي مش يقاوا في الأندية، إن شاء الله يكونوا على الأقل يشاركوا في الرابطة الثانية باش يأخذوا أكثر عدد من المباريات، وبالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق بالنسبة للمشروع هذا بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة من أجل تطوير الرياضة في تونس، مازال من عمر الحصة تقريبا 8 دقائق مسلم باش نستغلوهم باش نحكيوا على المقابلة المتأخرة ذا بالنسبه للامل الرياضي بالوطن القبلي والظاهر الرياضيه انتصار امل 53 مقابل 50، ثم باش نحكيوا على الترتيب النهائي للبطوله الوطنيه لكره السله. نبداو بالمقابله اللي تلعبت 53 مقابل 50،
الزهرة الرياضية اللي قدم مستوى طيب جدا وانهزم في الاخر في ثلاث نقاط. هذاك علاش كنا حكينا مره الاخرى المقابلات هذه ديما باش نلقاو مقابلات صعبه. نعرف انه في لقاء سابق يعني نتيجه فرق 15 واكثر من 15 نقطه، والزهرة الرياضية اللي لعب خارج الميدان في الذهاب وانهزم فرق ثلاث نقاط، اكيد باش يكون لقاء صعيب. اي صحيح عبد الله كما قلت انت، يعني نتيجه خير دليل على هذا. الدور الاول تو مشي على روحه عبد الله، يعني ما عادش ينجم نحكيه عليه، نحكيه تو كل مباراه والحقيقه نتاعها، كل مباراه وشنو تنجم تكون الفرق تحضر لها. الدور الاول مشي على روحه، تنجم كنت تربحني 10 و20 و15، ما تو كل فريق والتحضيرات نتاعو. شفنا الامل الرياضي بالوطن القبلي يعني والزهره الرياضيه قدموا مباراه محترمه، فكان كان فما يعني مستوى قريب البعض وبين الفريقين الاثنين. هذوما تقريبا توا الاربعه الموجودين ممكن من احسن الفرق اللي موجوده في الساحه توا. اكيد مباراه العوده مش تكون صعبه، خاصه في قاعه الزهره الرياضيه لو يرجع الماتش البال ما كانش تاهل الامل الرياضي بالوطن القبلي. اكيد كل مدرب وكل فريق باش يحضر تحضير خاص للمباراه هذه، وان شاء الله اكيد اللي باش يكون خير هو اللي باش يكون منتصر. وفي هذا ممكن بالتوفيق الخونة المدرب خليل النجار اللي هو على رأس شرطة المرور، نادي الرياضي بشرطة المرور، اللي هو زاد عنده لقاء عودة مع في قاعته قدام الملعب التونسي. ممكن كما نجموا نتعرفوا على اثنين يمشي يمثلوا النهائي الأسبوع هذا، كما نجموا نمشيوا المباراة فاصلة. إن شاء الله بالتوفيق لجميع الأندية، وإن شاء الله الأجدر هو اللي يفوز. إن شاء الله الأجدر هو اللي يفوز. مازالوا تقريبا 6 دقائق باش نحكيوا على الترتيب البطولة الوطنية بالنسبة للمنتخب التونسي، 5 دقائق أخيرة بالنسبة للترتيب. أعطينا ترتيب الشبيبة الرياضية القيرواني اللي يحتل تقريبا المركز السادس، وتقييم بالنسبة للبطولة الوطنية. والله يا عبد الله شفنا يعني التقييم تقريب الشبيبة بصراحة ما خرجش يعني على كيما لعب البلاي اوف، كان من الستة الأولى كمل في المرتبة السادسة. يظل لي في ظل الصعوبات اللي صارت طيلة الموسم، في ظل بعض الإصابات لبعض اللاعبين، في ظل خروج بعض اللاعبين في مرحلة التتويج مع تغيير المدرب، مع الوضعيات خروج رئيس الفرع وتغيرت شويه معطيات في هذا الكل، يظل نتصور مع الشبان هذوما الشبيبه تسمى عدات موسم باهي محترم، مرتبه سادسه مقبوله، وان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله تكون الامور مدروسه خير، وان شاء الله يكون الموسم افضل من الموسم هذا. وان شاء الله نقطه اخرى مسلم، انه بعض الفرق تشكيت يقول لك انا نلعب من الاول بلاي اوف نترشح، بعد نلقى روحي بلاي اوت، وشفت النادي الافريقي يعني والشبيبه يضمن البقاء في اخر زوز جولات، يقول لك انا شنو ذنبي نترشح على الاقل تكريما للفرق وللمجهود نتاعهم نشوفوا صيغه اخرى. فما برشا عباد يقول لك مش تلعب كاس الجامعه، انه يعني فيها شريهان ربما المصاريف نتاع الفرق، كل واحد وكيفاش المنظور، لكن الفرق هذيا رؤساء نتاعهم يعني تذمروا من اللي يقول لك نلعب بلاي اوف نلقى روحي نلعب بلاي اوت. والله صحيح عبد الله، اكثر ممكن فريق كان تضر ممكن حتى الشبيبه. الشبيبه والفريق انا لهنا نقول النوادي هي اكيد اللي مصادقه على الفورميلا هذه. انا من المستحسن الراهن فماش علاش نلعب بلاي اوف بعد نلقى روحي نلعب بلاي اوت، نخلي روحي حتى للمجازفه وللريسك لاي حاجات اخرى. بصراحه ممكن صيغه اخرى خير، كما قلت ممكن الجامعه مشات في تمشي كيمشي يعملوا كاس الجامعه النوادي ما تشاركش فيه، ويقول لك يعني زيد ما عنده ما يزيد، اما زاد مش نحاول نخلي نكمل الموسم ونعرض الفريق وخدمه عام كامل نعرضها للخطر. نتصور ممكن مراجعه في النقطه هذه افضل باش تكون يعني الامور خير، واكيد رؤساء الجمعيات يعطيوا رايهم. هو صعيب ياسر تقول لي مراجعه خاطر عملوا اجتماع نتاعهم، ممكن تصير في الجلسه الانتخابيه هذيك، ممكن اذا كان يصادقوش عليه ولا يتم تنقيح او تعديل بالنسبه لبعض الفصول بالنسبه للانديه. ومراش انه حتى رئيس الجامعه اذا كان يلقى حاجه لمصلحه الانديه يلقاو حلول، يعني مش يكون في صف الانديه. المفيد انه خلينا نقولوا الفرق هذه اذا كان انت تلعب يعني باش توصل تترشح للبلاي اوف، شفنا الشبيبه يعني محلوله كانت مركز اول ثم تراجعت مركز سادس، ترشحوا الاربعه الاولانيين لعبوا مرحله فيدي نزول، شفنا المشاكل اللي صارت. ربما 10 فرق الموسم المقبل اكيد مسلم مش تكون يعني مجموعه برك. اكيد 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 10 فرق باش تكون نفس الفورمولا نتاع السنه، يعني فما 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 النجم الرياضي الساحلي اللي هو راجع اكيد يرجع بقوه للبطوله.
كما قلت يعني رئيس الجامعة نتصور إذا كان فما حاجة في مصلحة النوادي ما فماش علاش باش ممكن باش يقول لا. لازم الفرق الكل اللي تبدأ فما حاجة كما هكا تتكلم عليها. وأي هنا شفنا شبيبة في المرتبة الأولى بعد ثالثة بعد رابعة، ورد دليل هنا أنه الفاز الأولى راه كانت الفرق الكل قريبة لبعضها بعد اللي حكمت اللياقة البدنية والرصيد هي. البشري والتحضيرات اللي صارت، فما فرق عزت رواحها فما فرق نقصت منها في الليفكتيف متاعها، وهذا اللي عمل الفارق بعد في البليوف في السوبر بليوف. واضح. قبل ما نختم مسلم، اللقاء المرتقب متاعكم انتم ان شاء الله التوقيت وقتاش والتحضيرات وقتاش تتواصل؟ اللقاء ان شاء الله الجولة الثانية من البليوف اللي هو باش يكون في قاعة عزيز ميلاد نهار الجمعة الاربعة متاع العشية ضد النجم الرياضي الساحلي. لقاء مهم مش يكون بالنسبة لنا احنا، مهم ماهوش مصيري، مهم اما ماهوش مصيري. احنا ان شاء الله بقدرة ربي قاعدين التحضيرات متاعنا متواصلة ان شاء الله من غدوة في التمارين ونهار الاربعاء نهار الخميس حتىش ان شاء الله نهار الجمعة نكونوا في افضل حالاتنا. قدرة ربي مباراة مش تكون في المتناول، اللاعبين محضرين رواحهم وان شاء الله بقدر ربي فما كان الخير. بقدر ربي ان شاء الله فما كان الخير وان شاء الله فما كان الخير. ربي يكون في عونكم الاربع نتاع العشيه في السخانه والصاله. تعرفوا انت مش كيما في ملعب كره القدم، ونعرفوا قاعه عزيز ميلاد بالقريون برشا تفاعلات والله، حتى من العنصر النسائي قاعد يتفاعل معنا. نرمين يعطيها الصحه اللي قاعده تتفاعل معنا في البرنامج في كره السله، وقالت يعطيكم الصحه لجروب الكل نتاع الحياه فيما اللي منورينا ومصهرينا خاصه في اختيار الاغاني الممتازه. شكرا لك نرمين، شكر خاص للمايسترو ايمن ليغا، كذلك الجوكر نتاعنا الجديد في التشكيله الاساسيه احمد المخلوفي في الاخراج الرقمي، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو، مشكور مسلم كذلك. ملتقانا الاسبوع القادم، متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم. 100% باسكت، 100% باسكت، نتائج تحاليل استجوابات تصريحات واستضافات، برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية الجهوية والوطنية، كل نهار سبت مع عبدالله الحطاب على الحياة فام.